أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزاً لهذا الأسبوع المحامي الدكتور محاميد ياسين الرواشد. بداية يسعد مساكم نورنا. أهلاً فيك. بداية لو ناخذ نبدأ بسيطة عن حضرتك ونحكي من حق المشاهد يعرف عن حضرتك أكثر على بداياتك في قطاع المحاماة، تفضل. أنا محامي، انتسبت لنقابة المحامين الأردنيين سنة 1999. بدأت المزاولة المهنة كمحامي أستاذ عام 2002، والآن حاصل على دكتوراه بالقانون الدولي العام. كل التوفيق لحضرتك كرم. الآن لو نفوت أكثر بقطاع المحاماة ونتحدث كبداية، يعني دورك كمحامي قضاء واقف مع القضاء الجالس، كيف تصف هاي العلاقة؟ تفضل. والله هي علاقة تكاملية. نعم. بين القضاء الواقف والقضاء الجالس للمحامين والقضاء، وإحنا منكمل بعض بسبيل إحقاق الحق والعدالة. بالتأكيد. بالآخر يوصل كل ذي حق لحقه. بالتأكيد. الآن أيضا لما نتحدث عن دور القضاء عنا بالأردن، كيف بتشوفه؟ أيضا دخول قطاع سلك النساء في القضاء من وجهة نظرك. والله القضاء عنا بالأردن له سمعة طيبة، وفي دائما تطور ودائما إضافات جديدة، وفي دائما إضافات للقانون واجتهادات قضائية جديدة تخدم العدالة وتخدم المجتمع. نعم. يعني كل شهر في اجتهاد قضائي جديد بخص القوانين، لأنه أنت عارف القضاء هو بطبق القوانين. بالتأكيد. اللي هي تصدر عن جهات تشريعية وتصبح نافذة، فإنه القضاء بطبقها. وعادة تطبيقات القضاء يصدر اجتهادات قضائية فيما يخص هاي التطبيقات، وهاي تخدم المجتمع والناس والمتقاضين. نعم بالتأكيد. الآن بدنا نتحدث أيضا عن تطورات الأخيرة التي طرأت على قطاع المحاماة. نعم. تفضل. والله قطاع المحاماة هو جزء لا يتجزأ من المجتمع، وجزء مكمل للقضاء الأردني. نعم. لأنه إحنا نعتبر زي ما يسمى القضاء الواقف. نعم. فبظل التعديلات القانونية الجديدة اللي طرأت على عدة قوانين، إحنا قاعدين منطبقها على أرض الواقع بالمحاكم من خلال الدعاوى اللي بنرفعها، والتعديلات فعلا الجديدة أعطت زيادة في سرعة التقاضي وحلت بعض الإشكاليات الموجودة. لو يعني نتحدث على توفير الوقت أهم إشي، يعني بدل ما أنك ممكن تتابع قضيتك وأنت بمكتبك. والله هسه يعني صار في آخر إشي التعديلات فيما يخص المراجعات الإلكترونية بدوائر التنفيذ. نعم. أصبح باستطاعة المحامي أنه يراجع من خلال شاشة إلكترونية. نعم. اسم مستخدم ويوزر نيم أو رقم مستخدم، هذا بيقدر من خلال مكتبه يطلب أي طلب قضائي يخص قضية تنفيذية، وهي توصل بدورها للقاضي التنفيذ عن طريق كاتب التنفيذ، ويجيب عليها القاضي خلال فترة معينة، يعني بس ما تتعدى يعني أيام حسب ضغط العمل وحسب عدد الطلبات، وهي تترجم إلى مباشرة إلى إجراء يعني. نعم. الآن يعني حضرتك لك باع طويل دكتور محمد بهذا القطاع. لا مش باع طويل، هو يعني خبرة يعني خبرة ما شاء الله، خبرتك بهذا القطاع بدنا نحكي كافية. لو بدنا نتحدث يعني نصائح للخريجين الجداد، وأيضا يعني سنتين هل بتشوفها كافية لتدريب محامي وإخراج محامي؟ تفضل. والله هي بالطبع يعني هي منصوص عليها بقانون نقابة المحامين، هي فترة تدريب فترة سنتين. كان في توجه ل إنشاء معهد لتدريب المحامين عن طريق نقابة المحامين وتحت إشرافها، وأجلت فكرة المعهد يعني بسبب توافق الهيئة العامة على هذا القرار، لكن سنتين هي بداية للمحامي وليست فترة أنه يعتبر نفسه المحامي أستاذ ملم بكل هذا، لأنه كل يوم في شيء جديد، والتدريب والمعرفة والخبرة ما إلها مدى.
اللي يقدر الإنسان يقول والله هالسنتين كافيات. لا بالعكس، هي السنتين بداية حتى تأهله أنه يبدأ في عالم المحاماة فقط. نعم. نعم بالتأكيد. الآن طبعا بنهاية لقائنا دكتور حميد، كلمة لجلالة الملك بنحب نحكي له، تفضل. والله يعني أول شيء الله يطول عمر سيد البلاد، وإن شاء الله يا رب العمر المديد له ولولي العهد، وإحنا إن شاء الله كلنا جنود أبو حسين وكلنا جنود الملك، الله يطول عمره إن شاء الله. آمين يا رب. أشكرك مرة ثانية ويعطيك ألف عافية. بتحب تحكي كلمة أخيرة عبر قناتنا الفضائية الأردنية جلسات؟ والله الله يوفقه إن شاء الله، وقناة أردنية رائدة وقناة محترمة ولها إضافات وبصمات إعلامية، إن شاء الله مزيد من التوفيق إن شاء الله. تسلم يا رب كلك ذوق، ويعطيك ألف عافية دكتور محمد. تسلم، أهلا فيك.